أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من استوديو صوت العدالة. بلا شك واحد العدد كبير ديال المتتبعين ديال صوت العدالة غيعرفوا السيدة ماريا اللي بارك حدايا. ماريا أم أمين شاريز، الشاب أمين شاريز. الشاب أمين شاريز كان تعرض لواحد الحادثة بأكادير. حنا لحد الساعة كنسميوها حادثة كصحفيين، ولكن أم أمين شاريز عندها رأي آخر. باش نحكي القصة باختصار للناس اللي ما تبعوش معنا هذه القصة، هي قصة غريبة شيئا ما. أمين شاريز واحد شاب طموح عشريني اللي كان خارج واحد الليلة مع أصحابه، حتى كيعيطوا لختو تيقولوا ليها خوك راه في سبيطار. الأخت ملي مشات كتجري كتلقى خوها الله يرحمه. شكون اللي معاه صحابو؟ اشنو اللي وقع؟ راه كنا غاديين في الطوموبيل وحل الباب ديال الطوموبيل وطاح منه. ولكن داكشي اللي توصلت به الاخت من بعد ما سمعات من الاصدقاء ديالو شيء اخر. هي عرفت ان الاخ ديالها كان مع صحابو وكان وقع واحد الشجار، واحد فيهم اللي من جنسية أردنية جبد واحد العصا البيسبول ضربوا بها على الرأس ديالو. وهذا ما تبت في تقرير ديال الطبيب الشرعي، تقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كيقول أن أمين شاريز كان تضرب بشي آلة رادة على الرأس ديالو، ناهيك على الجروح اللي كانت فيه والتسلخات اللي كانت في الجلد ديالو من جراء الجر. وكذلك توصلت بفيديو ديال شي حد اللي هاز خوها. الاخ ديالها اللي هزوه وداوه في الطوموبيل وما تسناوش الاسعاف. وكتوصل حتى بفيديو اخر كيأكد ان المتهم الرئيسي لوقيته ديال الحادثة كان لابس لباس، ولكن لوقيته فاش لقاته في السبيطار كان لابس لباس اخر. علاش؟ كيفاش؟ هذه كل نقط للنقاش وناقشناها مطولا على صوت العدالة بالأدلة والبراهين، بالمحاضر ديال الشرطة، وكذلك بالتقرير ديال الطبيب الشرعي. اليوم من بعد المرحلة الابتدائية اللي تحكم فيها بست شهور على المتهم الرئيسي وكذلك على الأصدقاء ديالو خرجوا، ولكن بقات المرحلة ديال الاستئناف اللي وصلت دابا العام وثلاث شهور وهما طالعين هابطين. وماريا كتجي من فرنسا للمغرب في كل جلسة باش تحضر الجلسات. اليوم غنشوفوا مع ماريا واحد الملخص واخا يكون غير قصير على القصة ديال الابن ديالها، وكذلك نشوفوا المستجدات اللي كاينه في 13-12. للا ماريا على سلامتك، مرحبا بك مرة أخرى على صوت العدالة. بغيناك تعطينا واحد المختصر على القصة ديال أمين، الشاب اللي في الصراحة فقدناه كاملين، واحد شاب طموح جمعوي بامتياز، وهذا الشيء كنا هضرنا عليه وتكلمنا عليه بزاف. قصة مختصرة عاد ندوزو للمستجدات. السلام عليكم سي عبد الكبير. السلام عليكم اخوتي المغاربه. امين الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل متوال جنة في هذا النهار يا ربي. الا كنت واقفانا لدابا سي عبد الكبير واقف على قبل امين، الا كانت باقي فيا الروح على قبل امين، الا كنت كان جاهد على قبل امين، الا كنت كان طلع وكان نزل على قبل امين.
بغيت غير نرتاح ونعرف الحقيقه ونرتاح. امين فاعل جمعوي ملي كانت عنده 16 عام، جمعيات الخيريه، فرقوا الحوايج، صبغوا المدارس، محب للخير، ربي خلقوه هكاك انسان طيب ماشي حقاش ولدي. الحمد لله كل شيء عارفه، يعني حتى من العزو ديالو، يعني تبارك الرحمن شحال الناس كانوا في العزو ديالو، شحال يعني الناس كيبغيوه بزاف بزاف، عنده سمعه طيبه في اكادير ومعروف في الجمعيات الخيريه، معروف اللي كانت عنده 16 عام، محب للخير. باش يموت بهذه الطريقه البشعه كتضر في القلب، وباش ما تاخديش حق ولدك كتضر في القلب. امين كيما يعني عارفين كل شيء المغاربه، يعني خرج يتعشى ف يقول يعني حتى الخمسة الصباح يعيطوا لختو ولا 4 الصباح ما عرفتش توقيت بالضبط، يعني باش يقولوا لها اخوك تعصب ورمى راسو من الطوموبيل. ولدي ماشي حمق باش يرمي راسو من الطوموبيل، ولدي انسان طيب خلوق معروف. ولدي ما شاربش باش يرمي، نقولوا كاع حنا كاع نقولوا الا كان نقولوا شي واحد شارب ولا هذا غادي يرمي راسو من الطوموبيل، نقولوا معصب مثلا. حنا مشينا كاع في القصص اللي تقول ولدي ما شاربش، عندي خبره تدل ان ولدي ما شاربش، خالي من الكحول والمخدرات. كاين تشريح طبي اللي تيقول اداه راده على الراس، ضربه مباشره على الراس، اللي كاينه في المحاضر بان الاردني كانت عنده عصاد البيسبول، ومعترف بان المحاضر راه صعيب الكبير راه كلشي جبتو لكم راه شفتوه في اول مره سجلت معكم، يعني كيقول كانت عندي ورميتها تخلص منها لغد ليه، ما جاك انت الرضا غير داك النهار فاش امين مات. واحد اخر في المحاضر قال لهم حيدتها لي فاش كنا خارجين من الغيستورون فاش دابزو، قال لي حيدتها لي ودرتها خلف السياره. وتشريح طبي شنو فيه؟ اداه راده، ضربه مباشره، خمش بالاظافر اثناء مشاجره محتمله، وجر جسد. زائد الفيديو اللي خرج ولدي مسكين تيخرخر كيدير خرخرات الموت، هادشي كله زائد التسريب ديال اسمح لي الخبره ديال الهواتف اللي خرجت من بعد شهر، فيها الاردني كاتب با قال ليه با اختفي، كاتب عليه بلونغلي والعربيه، قال له اختفي وبعث له الباسبور، يعني كانه يهربوا. ودابا المرحله الابتدائيه دازت، يعني حكم ظالم كما كنقولها حتى انا اللي ضرني في قلبي، وباقي لدابا كنتالم بهذاك الحكم، لان قتلوا ولدي ثاني مره وقتلوني، لان ما خديتش حقي، ما بردش قلبي، انا بغيت غير الحق غير العداله، انا ما بغيت نظلم حتى واحد. هذوك الدراري الا كانوا ابرياء، لكن دوك الاوديوات المسربه اللي خرجت الليله ديال الموت ديال ولدي ديال كيل فيرسيون نقولوا، راه سمعتوا كل شيء راه فاش اول مره شفت معكم بالفعل صحابو مع بعضياتهم كيتكلموا اشنا هي لا فيرسيون اللي نقولوا، كيتفقوا على شنو اللي خصهم يقولوا. قال لي بابا تكلم مع الوكيل راه قد الامور، قال لي وداك البوليسي اللي خدمني، قال لي لا صافي راه بابا يقاد كل شيء، قال له كيل فيرسيون نقولوا، قال لي نقولوا طاح نقز انت مالكش، الا كانت حقيقه وحده راه ما كنتفقوش عليها. زائد الفيديو ديال ولدي قلت لك يخرخر، بزاف د الحوايج، تشريح طبي، تشريح طبي كافي وموفي، الاوديوات المغاربه كلهم، انا ملي كنتلاقى مع الناس سي عبد الكبير برا كي غير كيقولوا لي ما عارفين هما ما شافوا لا تشريح طبي لا والو، كيقولوا لي غير هذوك الاوديوات كافيين، يعني كيتفقوا عليه، يعني راه قاتلين الدري. الفيديو ديال ولدي كيخرخر، يعني انعدام الضمير، تصور ولد كيموت روحو كطلع وانت كتصور فيه وكتقول ايوا كلها بكل برود، قضيه ولدي فيها النفود وباك صاحبي. دابا كنتمنى حنا في المرحله الاستئنافيه اللي دابا عام واربع شهور، هاد الشهر الرابع، يعني طماطول، يعني كان ما كيجي حد، الا جا واحد يجي الاخر، حتى اضطريت انا درت عون قضائي لما شي خدمتي تعاونت مع المحكمه درتها، ولو باش تبلغي الاطراف وتبلغوا فعلا ولاو كيجيو، لكن المتهم الرئيسي 3 شهور وحنا كنصيفطوا له عون قضائي ما كاينش. دارت حقو المسطره الغيابيه، الهيئه دارت حقو المسطره الغيابيه، اكتملت شهر 5
الهيئه عفوا المسطره الغيابيه اكتملت شهر 5 يعني الملف جاهز للنقاش. كنتفاجئوا ثاني كل مره واحد فيهم حط شهاده طبيه يعني هاد الطماطول يعني انا معذبه كنمشي لفرنسا ونجي كل شهر دايره لا نافيت غدا جايه وربي لي عالم بيا سي عبد الكبير نقول لك يعني كنت كنت كنتعذب في صمت وربي لي شاهد عليا ما كنبغيش نعاود كل شيء لكن ربي لي عالم بيا وهما ما على بالهمش بيا انا اللي غدا جايه للطبيب وغدا جايه شاده لا نافيت كل شهر ما كيجيوش. اخر جلسه قال لهم السيد الرئيس قال لهم اخر مهله 13 في شهر 12 اللي هي نهار الاربعاء اللي داز اللي داز الاربعاء. كنتفاجئوا يعني دخلنا للجلسه رقم ملف شاريز امين كذا كذا وقفنا كما العاده على اساس انا يتم النقاش يعني صافي الملف النيابه العامه جاهزه كل شيء جاهز محامين. كنتفاجئوا بالمحامي ديال المتهمه عفوا المتهم الرئيسي اللي كان ديال المتهم الرئيسي اللي انا هو هارب دابا ما كاينش المسطره الغيابيه واش خارج ارض الوطن مادام دارت فيه شناهي المسطره الغيابيه سي عبد الكبير دارت سميتو في الاذاعه في الجريده يعني ما كاينش دارت حق المسطره الغيابيه خارج المغرب خارج ارض الوطن ما كاينش. كنتفاجئوا بالمحامي ديال المتهم الرئيسي حط مؤازره والنيابه على المتهمه اللي كانت مشدوده مع المتهم الرئيسي لان كانوا مشدودين جوج ثلاثه عمرهم تشدوا لا بالفيديو اللي مسجلين ولدي لا بالاوديوات اللي واحد فيهم كيهضر مع الاردني كي الفيرسيون نقولوا راه واحد من هذوك ثلاثه هذوك راه عمرهم تشدوا حتى نهار. يعني انا نكذبش عليك الحقره باش حاسه وباش حسيت يعني ما خديتش حق ولدي كنتمنى نتنصف انا لا اطالب بشيء انا ما كنطالب حتى حاجه كنطالب بالانصاف والعداله ما غنقولوش ما خديتيش لان المرحله الاستئنافيه باقا ما سالاتش نتمنوا من الله عز وجل ان المرحله الاستئنافيه توصلك لذاك الشيء اللي بغيتي يا ربي. يعني كنتمنى من الهيئه الموقره كنتمنى كنقولها وكنعاودها ديروا امين ولدكم وحكموا بالعدل وبالوثائق اللي عندكم يعني بغيت حق ولدي ماشي مش باش يمشي حقه هكا كيقتلوه ويعيشوا طبيعيين. راه كنتالم فاش كنشوفهم انايا عايشين عادي بحال ما قتلوش بحال ولدي انا مش حتى هو عنده حق وحنا في دوله الحق وانا عندي يعني ثقه في القضاء. كنتمنى من الهيئه الموقره تنصفني في المرحله الاستئنافيه وهاد الطماطولات وهاد التعطال وهاد الشيء اللي دابا راه عام وربع شهور يحبس ونتناقش كيف ما كان النتيجه. بغيت انا ارتاح انا ما ارتاحش انا بغيت ارتاح انا بغيت ارتاح. واخا ماريا فين وصلت المساطر ديال بعض الشكايات ديال التشهير اللي كنتي ديرها بعض الناس اللي كانوا كيشهروا بك منهم واحد شي صحفي ولا داك الشيء فين وصلوا دوك المساطر حتى هما كنتي قلتي ليا داك الشيء واقف. الشكايه الاولى كانت خطا في الشكل يعني ما دارش الاسم ديال شي حاجه المهم ما تكتباتش هي هذيك كتسمى خطا في الشكل مشات. الشكايه الثانيه اللي درناها عند الشرطه ماشي مباشره دارت في الحفظ وقالوا لنا خاصكم حطينا اليوم سيدي وهذا القرص من عون قضائي صوبوا جبد الفيديو اللي كيشهر بينا من اليوتيوب وكل شيء. من بعد قالوا لنا الحفظ مشينا المحكمة الابتدائية باش نخرجوها من الحفظ ونعرفوا علاش وكيفاش. قال لك لا دابا ملي كتكون شي حاجة ديال التشهير في هادشي ديال الانترنت خصك ديري شكاية مباشرة. درنا شكاية مباشرة ثالث هذه الشكاية الثالثة عندنا جلسة نهار 28 إن شاء الله في هذا الشهر. كنظن داك سيد واحد سيد اللي كيطعن فينا وكيشهر بينا وواحد السيد اللي كيهضر في ولدي الله يرحمه بالخايب وكيدافع على هذوك المتهمين اللي قاتلين ليا ولدي. انا ما عنديش مشكله دافع عليهم الا كان عنده الحق هذاك السيد باش يتهجم علينا بهذه الطريقه ودافع عليهم ماشي مشكل لكن ياك هما ابرياء
جيب لنا المتهم الرئيسي يحضر. انا كنعرف لي ما دارش ما كيخافش غادي يحضر. اما بالنسبه لهذاك التشهير وداك اخر فيديو دار وما كذبش عليك ما كيهمنيش داكشي. انا اللي كيهمني قضيتي، انا ماشيه فيها متبعه المسطره ديالي ومتبعه قضيه ولدي حتى يديموا الامانه امانته. هو شهر بيا وكيجبدني وكيجبد الاسم ديال البنت ديالي وكيجبد اسم ديال ولدي وتيقول لك امين كان سكران باقي لدابا تيقول سكران. من انت باش تقول على ولدي سكران؟ شكون انت باي صفه؟ مع العلم ان التشريح الطبي كيقول انه الدم ديالو خالي من الكحول. نعم السي عبد الكبير، هذوك الوثائق الدامغه ماشي انا اللي جبتهم، هذيك النيابه العامه اللي دارت يعني هي اللي طالبات بالخبره. يعني اللي غادي يطعن في شي حاجه غادي يمشي غادي يطعن في النيابه العامه، ما يطعنش في انا لان انا ما درت حتى حاجه. اللي غادي يطعن وغادي يقول غادي يطعن في النيابه العامه. انت كون عطاوك في التشريح راه ولدك كان سكران راه غتامني انه كان سكران؟ نرضى غادي نرضى وغادي اه سي عبد الكبير كاينه ما كايناش. لكن هذا السيد ما فهمتش انا. الله يديم خلق. لالا ماريا، شنو تبغي تقولي للمغاربه اللي ازروك من النهار الاول ولا زالوا مازرينك؟ كنشكر خوتي المغاربه كلهم، دعوات الخير اللي كنسمع الحمد لله، قسما بالله الحمد لله. يعني الناس ما تعرفونيش وكاين اللي ما كيعرفش ولدي، يعني غير سامع لي ولا شاف الفيديو ولا سامع الاوديوات، دعوات الخير. يعني كنكون من الناس ما تعرفونيش شافوني في الفيديوهات يقول لي واش انت ام امين الله يرحمه وحنا راه عارفين في مظلومه. يعني كاع الناس عارفين بان ولدي مقتول. يعني دعوات الخير لدابا كيدعيو معايا بالخير. انا راه ما عمر حتى واحد السي عبد الكبير هضر على امين بخايب، الشخص الوحيد هو داك السيد. الله يهدي ما خلق، هذا ما نقول الله يهدي ما خلق. الله يغفر ليه. اعزائي المشاهدين، كانت هذه هي القصه ديال امين شاريز باختصار، واللي بغى يشوفها اننا فصلنا فيها مزيان في فيديوهات مع ماريا والابنه ديالها، يرجع للفيديوهات ديالنا القدام. هذه كانت مستجدات ديال جلسه 13 12، واللي تاجلات بطبيعه الحال مره اخرى. امتى تاجلات ماريا؟ طونا 10 في شهر 1 غادي تناقش 10 في شهر 1 للنقاش، الملف جاهز للنقاش. كنتمنوا من الله عز وجل ان تبرد خاطر ماريا وبنتها، وان شاء الله يتزاح هذاك اللثام اللي على هذا الملف، ونعرفوا حتى احنا الحقيقه بطبيعه الحال غنعرفوها من خلال الحكم القضائي اللي غيكون نهائي. هذا كل اللي نقدروا نقولوا عليه حقيقه. اعزائي المشاهدين، كنتمنى انكم تساندوا هذه الام، فهي محتاجه للمسانده ديالكم، محتاجه للدعوات ديالكم، وحتى امين محتاج للدعوات ديالكم. داكشي اللي سمعنا على امين فسبحان الله كانه كان ملائكه. الاصدقاء والناس اللي كيعرفوه، كاين ناس كيعيطوا لينا ما كيعرفوش الام وما تيعرفوش امين، غير فهاد الدار عندهم شي اكسيون في واحد القريه وتيعيطوا لينا وتيقول لك هذاك الوليد متخلق فاعل شارك. سبحان الله، راه كله كيجبدوا غيفعلوا. اعزائي المشاهدين، نكتفي بهذا القدر. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، الى اللقاء.